مرحبا بكم في رحلتكم الساحرة إلى أوزانغول. البحيرة الطويلة واحدة من أروع الوجهات الطبيعية في هذه المنطقة الخلابة. تعد أوزانغول عروس الشمال التركي، وتجذب الزوار بجمالها الطبيعي الساحر، وتوفر بيئة رائعة للتجوال في الطبيعة والاستمتاع بالأجواء. لنبدأ هذه المغامرة، دعونا نلتقي في الفندق الذي اخترتم الإقامة فيه، ومن هنا سينطلق فريقنا مكملاً برحلتنا الرائعة. سنبدأ جولتنا بزيارة مصنع السكاكين. ستتعرفون على الصناعات التقليدية في المنطقة، ومن ثم إلى مصنع الشاي. هناك يمكنك شراء وتذوق الشاي التركي الفاخر، وستستمتعون بزيارة مزرعة الخيول. تجول في المناطق والتقط أحلى الصور التذكارية، ومن ثم زيارة شلالات أوزانغول الساحرة المحاطة بالجبال الخضراء من كل جانب، حيث يمكنك أن تجلس بجانبها وتستمتع بالبرودة وصوت خرير المياه. بعدها ستتاح لكم فرصة لزيارة التراس الزجاجي والاستمتاع بإطلالة رائعة على طرابزون، إحدى أشهر مدن البحر الأسود. وفي نهاية اليوم سيكون لديكم وقت حر لاستكشاف جمال بحيرة أوزانغول الغنية عن التعريف. وبعد هذه المغامرة والاستكشاف سيقوم المرشد بمرافقتكم إلى مقر إقامتكم، متمنين لكم ليلة سعيدة وجولة جديدة مليئة بالمغامرات. تور 34، رحلات إسطنبول.